بالنسبه للفريق المغربي الفاسي هو واحد الفريق عريق، وهو هاد النتائج اللي واقعه حاليا ما كتشرفش هذا الفريق هذا، وما كتشرفش هذه المدينه اللي عندها تاريخ كبير. 12 القرن ماشي سهله، وبالنسبه لهاد النتائج كيتحمل مسؤوليتهم واحد المجموعه ديال الناس. حنا ما نقدوش نقولوا هذا ولا هذا ولا هذا. هذا السؤال مطروح للسي الجامعي اللي خصو يجاوبنا على هذا الجواب. هذا راه عنده مكتب، وفي داك المكتب راه كاين شي وحدين كيعطيو صفقات اللي يجيب، يعني كيتسموا باللغه ديال الرياضه بالمصريه وباللغه العاميه. هذا سؤال موجه للسي الجامعي. الا كان عندك هذا الفريق وكان عندك هذه المدينه عزيزه، راه خصك تخرج تواجه الجمهور وتخرج تبين لنا اللي ديالك العصا في الرويضه، فهمتيني؟ والا كانت عاوتاني حاجه واحده اخرى واكل الطقم عند شي ناس سياسيين، راه حتى هما تيقدروا يكونوا فرعين هذه الفرقه هذه. المغرب الفاسي فرقه عسيده وقديمه ولها اصول ولها جذور، ولكن حشومه هذه النتيجه اللي وصلت لها الان. وانا نتمناو باش تعمل اكثر من هذا الشيء، باش ما تبقى دائما في القسم الوطني الاول. وتنقول لكم يا اخوان بانه لمشات هبطت عاوتاني راه محال واش تولي تطلع، تطلع بصعوبه. ونتمنوا لها التوفيق. تبدلوا المدربين، تبدلوا كذا، تبدل الفريق اللي، ولكن للاسف ما عرفناش هاد اللعيبه هادو في الحقيقه واش ما كيراعيوش لينا، ما كيراعيوش لينا كجمهور. كنشوفوا في ذاك الماتش كنتعصبوا كنخرجوا تم، ولينا كنطلبوا غير بالتعادل، تنقولوا يا ربي ولينا غير نتعادلوا وما نخسروش. فاحنا كان املين عندنا بمجيء المدرب الجديد التونسي وبات سعود المقابلات الجايه يكون شي تغيير، يكون على الاقل نحققوا نتائج ايجابيه ونبقاو في قسم الاضواء، لاننا ما يمكنش نشوفوا هذا عريق فريق عريق ويعود الى القسم الثاني وهو اللي كيمثل العاصمه العلميه يحصرها. وكنعرفوا ان هذه راه هويه تاريخيه، ما ادراكم مغرب الفاسي. فكنتمنوا يراعيونا كجمهور، ملي كنشوفوا ذاك الخساره بحال هكا كتقاب بذاك الهزيمه وبذاك الطريقه ديال اللعب، راه نستحي ان نقول هذا فريق في القسم الوطني الاول. قليل فيهم اللي كيموتوا على الدوني بحال اجرا، كنتسناو في العوده ديال الجيزه، هادو اللي كيموتوا على الدوني بالروج ولا في ذاك الفرقه. كتجيهم الفلوس بارده، هذاك خص الجامعه خصو يدير مجهود، خصو فهمتي اللي بغاوها اللي طلبوها كيلقاوها، ما كيموتوش على الدوني اخويا. بحال والو تهبط، لا بقاو على هذا المستوى هذا بحال والو تهبط. خصهم يديروا مجهود ويتقاتلوا، ما ناقصهم حتى لعبه، كل شيء عندهم، كل شيء داروا من جديد، داروا انتقالات، عندهم كل شيء موجود. بزاف راه الجمهور ديالها راه كاعي عليها بزاف. كنتسناو الجمهور يرجع غادي تشوفوا الحماس وكذا وهذا. كجمهور وحنا كنشوفوا بحال ان المغرب الفاسي بدا كيضيع، فهمتيني؟ بحال دابا كاين واحد الانتدابات، وديك الانتدابات ما كيكونوش بحال في محلها، فهمتيني؟ وكاين بزاف ديال اللاعبين عندهم بحال دابا امكانيات بزاف كيكونوا غير في البوندوتوش جالسين. بحال دابا علاش ما نستغلوش ديك القدرات ديال ديك اللاعبين ونجربوهم حتى هما؟ علاش حنا نجيبوا بحال دابا لاعبين من افريقيا وكذا ونخليو حنا ولاد البلاد كيضيعوا؟ وكاينين كويريه هنايا في فاس غير ضايعين، والله العظيم الكويريه في فاس غير ضايعين. الشيء اللي دايرون بحال دابا غير تيست، يقبضوا بحال دابا غير شي ناس ولا بحال دابا شي مسؤولين يقبضوا يديروا تيست بحال دابا غير الناس الحومات الشعبيه. شي في الحومات الشعبيه راه موجود طاقات، ماشي نقول لك بحال دابا غير موجود طاقات كثيره، ولكن ما كاينش الاستغلال، فهمتيني؟ كاين دابا بحال دابا باك صاحبي، فهمتيني؟ داك الشيء ما كيخدمش الكره، الشيء ما كاين اللي ما يستاهلش تيكون بحال دابا في الفريق ديال المصري في البوندوتوش، ما يستاهلش يكون. حيت كاينين كويريه اخويا العزيز ضايعين غير في البوندوتوش ديالها، وكاينين كويريه ضايعين غير في الاحياء الشعبيه. يعني نوضوا بحال دابا المسؤولين يديروا واحد المبادره ولو خفيفه بحال دابا، يعني راه ما تكونش واحد التكلفه. الرساله للمكتب بحال دابا انهم بحال دابا يكونوا معنا رجال كما حنا كنشجعوا وكنبغيو هذه الفرقه هذه بحال دابا، وكنمشيو نتبعوها فين ما كان، يكونوا حتى هما رجال ويكونوا بحال دابا على قد الوفاء ديالهم. الفرقه فعلا عندنا ليها واحد الحب اللي هو خالص، والمشكل اللي كاين هو ان الفرقه فيها واحد النوع من الاختلالات على مستوى المسير، انه المدربين ان التغيير ديال المدربين بزاف هو اللي ما كيعطيش واحد المردوديه على مستوى النتائج، وتراجع والتعادلات بزاف. انت كتشوف ان الايكيب فيها واحد النوع من التراجع على مستوى الانتدابات وعلى مستوى ديال الطاقم التقني، ان الفرقه خصها عندها جمهور، عندها شعبيه كبيره في المغرب، وخصوصا ان هذه المدينه عندها تاريخ وعندها فرقه راه معروفه على الصعيد ربما الافريقي ونقول لك حتى عالميا بالجمهور ديالها بالالقاب ديالها بالتاريخ ديالها. لذلك ان المطلوب ان حنا كجمهور ديال الفرقه المغرب الفاسي كنطلبوا لهم المسيرين ولا الطاقم التقني ان يقوم باي واحد
اللي في شي شخص مناسب خصو يكون في المكان المناسب. ودابا الخسارات انت كما شفتي ثلاثه الخسارات متابعين ودابا تعادل، يعني الحاله يرثى لها وحنا ما راضيينش بهذا الشيء. ورساله للمكتب المسير والرئيس، جيبوا لعابه مزيانين بدلوا علينا داك الشيء، هذا الشيء راه ما واكلش، بدلوا علينا جيبوا لنا لعابه مزيانين، حنا راه بغينا ننافسوا حتى حنا على البطوله ماشي نلعبوا على الادوار باش ما نطيحوش.